لا الفلفل المحشي بالرز المبهر رح نحتاج لكيلو فلفل رومي، كوبين من رز تايجر، بصلة مفرومة، معلقة صغيرة من التوم المهروس، 250 جرام من اللحم المفرومة، نعنع مفروم من فريشكو، لتر مي، مكعبين صلصة البندورة طبعا من دوبي، ومكعب مرق من زغلول، وبهارات مشكلة فلفل أسود وبابريكا وكركم وملح. يعني عن جد طالع شكل الفليفلات كثير حلو، لونهم زي ما حكيتي يعني هو اكثر شيء فيه فيتامين سي. يعني الناس بقول لك انه لما انا بدي اخذ فيتامين سي وبدي اقوي جهاز المناعه بدي الجا للبرتقان او الحمضيات، بس الشيء اللي ما بنعرفه انه الفلفل الاحمر وخصوصا الاحمر الملوح يعني الفليفل الحلوه الحمراء فيها فيتامين سي اكثر من البرتقان. جد يعني الحبة الواحدة مرة سمعت معلومة انه انا بحب كتير اقرأ بهاي الاشياء، هو مو دراستي ومو تخصصي بس كتير بحب اقرأ الاشياء المفيدة، فقريت انه الحبة الواحدة من الفلفل كأنه عن 3 حبات ليمون، عن 3، ما هو بقول لك فيها اكثر من البرتقان والليمون اللي هي الحمضيات اللي الناس بتركز عليها لما بتكون حاسه حالها بدها تمرض او حاسه حالها بدها ترشح. واحنا اللي بدي اركز عليه انه انت مجرد ما انت مرضتي ما راح يعني لو اخذتي ليمون لو اخذتي زنجبيل هذول ما راح يمنعوا المرض او راح يسرعوا، يعني ممكن يساعدوا بس هم ما راح يمنعوا، فانت بدك تحاولي تجهزي جسمك قبل. لو اخذتهم لسه بدي اقول لك لو اخذتهم قبل بيكون احسن طبعا 100%. طيب خلينا نقولهم دانا اذا كيف بدنا نحشيها للفلفل، وخصوصا للاولاد اللي ما بيحبوا ياكلوا زي ما قالت دانا هيك الفليفله، نقدر ندخلهم اياها بهاي الوصفه لياكلوا الرز وياكلوا الفلفل معها. حطيت بصل بس حطيت كميه كثير كبيره من البصل، وانا اليوم ركزت كثير بالوصفات على البصل. تمام، فانا اذا بحط واحده صغيره اليوم حطيت 2 وراح احط ثوم، فانت قلتي لي كمان البصل والثوم. بالضبط، هلا البصل والثوم هم من الاشياء او من الخضار اللي الناس يعني بتعرف عنها انها هي بتقوي جهاز المناعه، واحنا الاسبوع الماضي لما سالنا ايش برايكم الاغذيه بتقوي من جهاز المناعه كثير وصلنا اجوبه انه كانوا الناس عم بيقولوا البصل والتومه. فالبصل والتومه احنا بندخلهم اجمالا بكل الطبخات تبعتنا، بدنا نحاول نزيد هلا هاي الفتره من استهلاكها، لانه زي ما بنعرف انه جهاز المناعه هو خط الدفاع الاول عندنا بالجسم لاي امراض لاي فيروسات، فاحنا لحتى نقوي جهاز المناعه بدنا نحاول ندخل الاغذيه اللي احنا اليوم حضرين لكم اياها. اول وصفه ركزنا على البصل التومه والفلفل الاحمر لحتى نقوي من جهاز المناعه، هذولا يعني الناس متعارف عليهم. طب انا عندي سؤال، البصل والثوم ايش الفايده اللي فيهم اللي تقولنا جهاز المناعه؟ فيه كثير مضادات اكسده. مش انه قاتل للبكتيريا زي ما احنا بنسمع او هيك؟ بلا، هلا بس المضادات الاكسده الموجوده فيه والفيتامينات والمعادن اللي موجوده فيه هي اللي بتعمل على تطهير، بتعمل على التنظيف، تعقيم اللي انت بتحكي عنها اللي هي بقول لك البصل. فهو معقم طبيعي الصراحه 100%. لما احنا هلا وين ما تروحي صار انه ايش حاطين جبنه معقمات وصابون وابصر ايش. يعني حتى مثلا الاولاد على المدرسه انه ماما خذوا معك دير بالك غسلش صح. لا وبعدين في كثير هلا امهات عم بخافوا من هذا الموضوع، بما انك ذكرتي موضوع الاطفال بقول لك انه انا ما بدي ابعث الاطفال على المدرسه، او انه بروح الولد بقول لك انه في كثير ناس اولاد لابسين كمامات فعم بخافوا لما عم بيشوفوا حدا لابس كمامه، بنحاول انه احنا نوعي الاطفال ونحكي لهم انه هو مش شيء بخوف عادي زي اي رشحه زي اي مرضى، لانه صار الاولاد كثير عم بسمع اولاد بقول لك انه طب انا ما بدي اموت. لا وانا يعني اولادي اعمارهم صغيره بس فاهمين الموضوع كثير منيح بالضبط، وطول الوقت ماما كورونا ماما ما تبوسي ماما ما هيك والله اولادي مش انا. لا بس بدنا نخلي عندهم وعي انه ما يخافوا من هذا الموضوع، انه اوكي يكونوا عم بيديروا بالهم عم بيكونوا يعني من ناحيه النظافه منتبهين على هذا الموضوع، بس مش انه بيربطوها بالموت وانه خايفين ينصابوا فيه ومن هاي الامور يعني اللي كثير اطفال عم لازم نحكي لهم معلومه، هو مرض الكورونا مثلا هو مش مرض مميت لا، بس هو احنا على قد ايه بندير بالنا بالمناعه. وهلا بالصين اللي هي الاساس طلع منها المرض عم بيعملوها كثير بالاعشاب وبالادويه الصينيه الطبيعيه ما هو مش الادويه اللي احنا بنعرفها بالصيدليات صح. بعدين لانه هو فيروس فانت ما بتقدري انك انت تعطي دواء لهذا الفيروس لحتى انه تحدي منه او تعالجيه 100%. فعشان هيك احنا دائما بنقول انه نقوي جهاز المناعه عندنا لحتى يكون هو خط الدفاع الاول لاي نوع من انواع الامراض او الفيروسات والبكتيريا. طيب ممتاز، احنا وصفتنا هيك صارت تقريبا جاهزه، حطيت انا البصل وحطينا زي ما قلت لكم كميه منيحه من البصل، وحطيت الثوم وحطيت عليهم اللحم المفروم مستخدمه لحمه خروف، وحطيت طبعا رز تايجر. وهلا رز تايجر عاملين الحمله
اللي تاخذوا الكوبون لحتى تربحوا وتفوزوا ب $100 اليوم كل يوم و $1000 اخر الشهر. 100% تمام. حركتهم كثير منيح، حطيت عليهم كركم. هلا تحكي لنا انت عن فوائد الكركم. اليوم دخلت لكم الكركم بكثير وصفات، حطينا بهارات مشكله، فلفل اسود تمام وملح، واهم شيء بحب احطه دائما معي بالمحاشي اللي هو مرقه الجاج. مرقه الجاج اليوم راح استخدم مرق الجاج من شايفه كيف زغلول، لازم انتم احفظوه، شايفين ما احلاها. مرق جاج فوري ما فيه مواد حافظه، ما فيه اي الوان، ومحضر كله طبيعي بمكان بياخذ العقل. بدي اياكم تجربوها كلياتكم، وسعرها كثير معقول، يعني سعر العلبه تقريبا دينار، يعني هاي دينار لدينار و10 قروش. اه حلو تمام. اسمعي، رحت على المصنع يا دانا، شفت شو كنت مصوره ومنزله، كيفت الصراحه، فلازم يستخدموه، وبتعطي نكهه كثير مميزه للطعم. لا وبعدين الحلو بالموضوع كمان، سوري قطعتك، بس يعني زي ما انتم شفتوا، مجرد ما هي فتحت العبوه تبعتهم استخدمتها كلها، مش انه بدي اضلني هتلاني هم انه بدي اسكرها وامتى بدي ارجع استخدمها واخليها مفتوحه، فلا احنا لما بنفتحها بنستخدمها دايركت، ما فيها كميه كثير كبيره انه نضلنا قلقانين وين بدنا نروح بباقي الكميه. 100%. أنا هيك الحشوة صارت جاهزة عندي. الفلفل الرومي الألوان بس أخذته أخذته ونظفته من جوا، شلت هاي ونظفته من جوا وخليتها عشان بس بدي أسكرها يضل منظرها حلو. حلو يعني تمام. الناس كتير يعني المتعارف عليه أكتر إنه يكون إشي محشي الكوسة البتنجان، بس لا اليوم دخلين الفليفلة أو مرات البندورة كمان والبطاطا، بس اليوم دخلين الفليفلة الحمراء. بس قلت ما سألت دانا إذا فيها بندورة. لا البندورة كمان فيها اللايكوبين اللي هو بيعطيها اللون الأحمر زي اللي موجود بالفليفلة الحمراء. عاد غلطت إني ما حشيت بندورة، صرت أقول يا الله ما هي نفس الحشوة، بس هاي الحشوة اللي أنا عملت لكم إياها كتير طيبة. لا إحنا شو بنحكي إنه هم متعودين وبعرفوا إنه البندورة ممكن تنحش، بس اليوم أعطيناهم فكرة جديدة يعني. فغيرنا شوي عملناها بالفليفلة. أنا عملتها بالفليفلة وبالفرن كمان، راح أحطها ما راح احطها على النار. انا هذا اللي بدي اسالك، يا قد ايه رح تقعد بالفرن؟ تقريبا بدها 45 دقيقه لساعه. أوكي. انا بحب احطها بالضبط ساعه. انا مو عامله جاهز، رح احطها ورح اغطيها بورق فويل واحطها ساعه. هلا بدي اعمل لها الصلصه اللي بدي احطها. بدنا نحط اذا كان عندهم مرق لحمه، كان عندهم مرق الجاج، كان عندهم، انا اليوم بدي استخدم الصراحه مي واحط عليها مرق الجاج من زغلول، وراح احط مكعبين من دوبي. شفتيهم احلى مكعبات البندوره؟ كثير حلوين يعني. حبيت الفكره صح؟ كثير. طلعي هيك زي ما انتم عم بتشوفوا مكعبات بتيجي بهاي الطريقه، وزي ما حكينا كمان، وبيكون مكتوب الحلو كمان، بيكون مكتوب عليها كمان الموسيقى الغذائيه النيوتريشن فاكت، ايش الاشياء اللي موجوده فيها من ناحيه الفات قديش، الكوليسترول، الاملاح، السكر اذا كان مضاف عليها سكر، اللي هي هون مش مضاف عليها اي سكر، الكالسيوم، الحديد والبوتاسيوم كمان موجودين بتلاقوها. والحلو فيها بتعرفي شو نسبه تركيز البندوره فيها؟ احلى كثير من اي البندوره اللي بناخذها بالعلب او بالمرتبانات. حلو. رح تضيفي انت هلا مع اضيف مع المرقه، راح احطها واحطها واغطي تقريبا ثلثها للصينيه او نصها من الصينيه في المرقه البندوره اللي راح نعملها، واحطها زي ما قلت لكم اغلفها بورق فويل. كنت اسالك سؤال ونسيت، ايش مشكله المواد الحافظه في الاكل؟ لانه كثير انت هلا صرتي تسمعي انه ما فيها مواد حافظه، اورجانيك، مش مضاف لها، ايش الفكره هاي؟ هلا اول شيء المواد الحافظه بتضر الجسم، بس هم ليش بضيفوها؟ لحتى يزيدوا من مده صلاحيه هذا المنتج. اوكي، بس هي مش اشي جيد ياكلوه اصلا؟ لا لا لا، احنا ما بنفضل انه احنا ناخده، لانه هو بيعود بضرر على جسمنا. أوكي. فهو ما له اي فايده، بالعكس هو رح يضر، هو ما رح يفيد. فعشان هيك احنا بنلجا لاي شيء طبيعي، اي شيء اورجانيك، اي شيء ما رح يكون فيه له اي سايد افكتس او اي اعراض جانبيه على اجسامنا، حتى نضلنا محافظين على صحتنا. فكل ما كان الشيء بيخرب اسرع كل ما كان احسن، لانه ما بيكون مضاف لاي مواد حافظه. طبعا. اوكي. فلما انت بتشوفي شيء بيكون يعني بقعد كثير فتره طويله ومضاف له كميه كثير عاليه من المواد الحافظه، فهون احنا بنبلش نخاف، لانه ما لها اي قيمه غذائيه، بالعكس بتعود على الضرر على اجسامنا. والله هي معلومه حلوه الصراحه. فبدنا نحاول ندير بالنا من هذا الموضوع. طب انا عندي سؤال لك، بما انك سالتين سؤال. هلا انت كيف، بما انه سؤال حلقتنا لليوم، انه بتحموا، كيف بتحموا حالكم من الكورونا بما انها هلا منتشره بهاي الفتره؟ انت شو عم تعملي عشان تحمي حالك من الكورونا؟ والله شوفي، انا اول شيء بضل اقول ربنا الحامي، هي اول شيء. أكيد. بس ثاني شيء بحاول ما اروح على اي مكان فيه حدا حتى مفلوز. انا هاي الفترة تجمعات بحاول كثير اختصر. عندنا كثير اشياء تعقيم بالبيت صارت،
عارفه ايش كمان يعني بس عايشين حياتنا طبيعي الصراحه وعادي بيروحوا الاولاد على المدرسه وطبيعي كل شيء طبيعي وانا حسستهم انه ماما ما تخافوا انا بحس لانه اذا بتضلك تخافي وتشكي في نفس الموضوع بصيبك صح 100% فما تخافوا عادي طبيعي زي كان احنا في الوزنه ورح نطيب وكل هذا الحكي فما مش كثير بناخذ فيه بالبيت وما اني رحت على المول يوم الجمعه فاضي والله فاضي ولا حدا يعني زي ما حكت الشيف امتياز الله يحمي الجميع بدنا نحاول انه احنا ندير بالنا من يعني كل الامراض سواء كان الفيروس الكورونا او غيره من الامراض الثانيه نقوي جهازنا المناعه نركز انه احنا دائما ناخذ الفيتامينات والمعادن اللي جسمنا بيحتاجها لحتى نضلنا محافظين على صحتنا وما ننصاب باي نزلات برد او اي بكتيريا او اي فيروس. طب ايش بيقولوا لك الناس؟ ما هي بدي اقرا لك عشان هيك انا سالتك. طيب اول اشي بحكوا لك انه صباح الورد وصفات بتجنن. اول اشي امل عم تحكي لنا انه بحمي حالي انه بتغسيل اليدين كتير والحمد لله ما في شيء بخوف الحمد لله. بدي اركز على شغله على موضوع تغسيل الايدين للاطفال نحاول انه ما نخليهم يغسلوا اقل من 20 ثانيه انه بدهم يضلهم لا تموت البكتيريا بالضبط بدهم يضلهم يغسلوا لمده 20 ثانيه مش انه بس يحط المي والصابون وعلى السريع وخلاص لا بدنا نحاول انه نخليهم 20 ثانيه وفي كمان نصيحه موجهه لكل الامهات انه الاطفال اللي بيكونوا عم بيغسلوا ايديهم نحاول نخليهم يغنوا اغنيه هابي بيرثدي وهم عم بيغسلوا ايديهم تخلص ال 20 ثانيه بيكون الطفل اتسلى شوي وبنفس الوقت غسل ايديه ومرقوا هال 20 ثانيه بدون ما هو يحس فيهم فهيك انت بتكوني شجعتي الاطفال وبعدين لما تقولي له غني هابي بيرثدي بكيف تحسيها انه شو حبيت كثير الفكره على طول هلا بدي اروح والله اطبقها مع الاولاد فيعني كل بس مبدئيا انا بحس الاولاد بحبوا يلعبوا بالمي انا بس اقول لهم ماما روحوا غسلوا روحوا العبوا بالمي بكيفوا بعيشوا حياتهم مظبوط طيب خلينا نقرا كمان من تعليقاتنا بدي ارجع اذكركم انه اليوم في عندنا جائزتين اول جائزه مقدمه من الغانم ستورز والجائزه الثانيه مقدمه من فريشكو فكثفوا من مشاركتكم لحتى تزيدوا فرصتكم بالربح معنا باخر الحلقه احكوا لنا كيف بتحموا حالكم من الكورونا في اغذيه معينه عم بتركزوا عليها في مشروبات معينه عم تشربوها او انكم ما عم تطلعوا من البيت ما عم بتروحوا على تجمعات فشاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشال طيب نادي عم تحكي انه لازم نحمي حالنا من اي مرض ونتناول الاطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات وربنا بيحمينا اكيد يا نادية بنحاول انه اليوم الوصفات اللي احنا مدخلين لكم اياها الفواكه الخضار وكل المكونات اللي احنا مدخلينها حاولي انك تدخليها بنظامك الغذائي لحتى تزيدي من المناعة والفيتامينات والمعادن زي ما انت حكيتي اللي رح تفيدك